الآن بدكم تتفكروا بسورة مريم وتقروها. لسورة مريم نحن عملنا كتاب يمكن بالمعجزات المريمية، ترجمات لخير البرية، موجود في يعني صار خطته أنه يكون بألفي لغة الكتاب المقدس، لكن بدأنا بترجمة القرآن، ترجمة المعجزات المريمية إلى اللغة الأرمنية. قلنا لأن الأرمن أول شعب آمن بالمسيح. الآن ماذا نجد في المعجزات المريمية؟ أول شيء جدوا السورة ذاتها بدون شغلنا نحن، شوفوا عيون زين العابدين كيف شافت اليوم. لقد رأينا أن سورة مريم ميزان، 40 آية من 1 إلى 40 هذه كفة ميزان، والكفة الثانية التي تقابلها في آخر السورة 40 آية، وقب الميزان 18 آية، مثل كأنه أنوار الكهف، رقم الكهف نزل على السورة فقسمها أو أظهرها لنا، مثل السينمائيين كالإراءة كيف تسلط الضوء على وسط السورة. 18 آية تشكل القب الميزان الذي يوزن به الشرق والغرب. هذه واحدة من اللقطات. نحن بيوم ألقينا محاضرة في السويداء بلاد النبع والماء بعنوان الرقم والحب، يمكن ما الحب والرقم. زين العابدين في مناجات اليوم، كنا عم نحكي في مناجات الزاهدين، أما إذا جئنا إلى مناجات الحب المحبين يمكن بدنا ننتقل إلى قطعة تانية أو إلى رقم آخر من أرقام الأحاديث تبعنا، فنكون قد دخلنا في الرقم 20، يعني في البحث 20. البحث 20، وأقول البحث 20، ما كتير عم نكتر مصادر ومراجع، لكن نستطيع أن نستقدم بأية جملة من جمل زين العابدين، ربما أساليب كل الأنبياء السابقين، كل الأنبياء، كل الأوصياء. يعني هلا لحد الآن عجيب الحكي، لكن بعد شوي سوف ترون أنه لا هذا أمر أيسر من يسير على زين العابدين. إذا بتقروا بالمزامير، لأنه الصحيفة قلنا لقبت بزبور آل محمد، إذا بنقرأ الزبور الأول، المزمور الأول في مزامير داود، ماذا نجد؟ كنت عم بحكي على الرقم 20 من أرقام مناجات الزاهدين، يتحدث به عن الأشجار. في المزمور الأول، وهي من شان يتأكد الإخوة اللي بيحكوا بالآداب المقارنة من جهة وبيحكوا بالأديان المقارنة من جهة، يتأكدوا أننا نحن ليس لنا عقدة في مسألة الأول والآخر. فكل ما عند الأنبياء السابقين ملك آدم، أبونا آدم أبو الكل، وبالتالي نحن ناخذ ونعطي مع هذه الأسرة الآدمية الكونية. يعني ذكرت لكم في الحديث السابق كيف يسأل زين العابدين من الله أن يغرس في أفئدتنا أشجار المحبة. كيف تغرس أشجار المحبة؟ هي بذور المحبة. ما هي داود بالمزمور الأول بيحكي عن الأبرار، طوبى لأولئك الأبرار الذين لا يستمعون إلى الأشرار ولا يصغون إليهم ولا يجلسون في مجالسهم ولا يضيعون أوقات الله، وإنما بيقعدوا مع الأبرار، بيقعدوا مع يعني بتسابيح الله، دائما بذكر الله. بعدين هؤلاء مثل شجرة، يقول داود،
مثل شجرة على الشاطئ، نبع كمان دائمة الأوراق، دائمة الإثمار، دائمة الكذا. زين العابدين لما قال أشجار المحبة، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، كم حرك معنا المزمور الأول. ولما بيحرك المزمور الأول يعني يمشوا لآخر القضية، آخر القضية ماذا تعني. زين العابدين عنده 15 مناجات. إذا أخذنا المناجات الأولى اللي هي التوبة رقم واحد، وخدنا المناجات 15 هيك بس بالرقم واحد، كتبنا داش كخط وحطينا 15، ماذا يكون؟ قلوها الآن مع بعض. يا عباس تطلع 151. إذا المناجيات، مناجيات زين عابدين من 1 إلى 15 بتشكل معنا تماما، بتشكل 151. هذا عدد مزامير داود في الكتاب المقدس. هي المزامير كتاب بحد ذاته بس موجودة في الكتاب المقدس. تقولوا لي بس أحيانا مثل الكاثوليك بيطلعوها 150، أقول لكم ولكنهم يكتبون في طبعة، يعني في ترجمة يونانية قسمت أحد المزامير إلى اثنين، فببعض الأحوال بيكون 151 وفي بعضها يكون 150. هذا إذا المناجيات تشكل مزامير. ما دمنا بالرقم والحب في النبع والماء في السويداء، نقول إنه حتى الأدعية السبعة إذا طبقنا عليها الرقمية هذه 1 و7 بيشكل معنا 71. 71 إذا يعني جئناها من الوجهة القرآنية نكتشف أمرا عجبا. سورة نوح بالقرآن الكريم رقم 71، ما هي؟ رقم بالتنزيل وبالجمع 71. إذا أدعية زين العابدين من 1 إلى 7 تشكل وضعية نوح. نوح صاحب، اقرأوا سورة نوح أيضا. بسورة نوح سوف تكتشفون كيف غسل الله الأرض بما نسميه الطوفان. هذا كان غسل للأرض من جراثيم معينة ولدها قوم لا يلدون إلا فاجرا كفارا، وتعود الحياة بواسطة السفينة، بواسطة الفلك. نحن نسميهم لآل البيت، نقول عنهم سفينة النجاة، وهي سفينة نوح كانت سفينة النجاة. إذا أريد التركيز على مسألتين، مسألة السبعة ومسألة 15. يعني مسألة اليوم، مسألة أنه أدعية الأيام السبعة عند زين العابدين تعني ما تعنيه سورة نوح من تطهير العالم وإعادة بنائه من جديد. تطهير يعني بالمعنى المجازي طبعا، بالمعنى الفني، بالمعنى المعماري، إعمار العالم الطاهر، لأنه هم أهل آية التطهير وهم أصحاب القرآن الذي لا يمسه إلا المطهرون. لذلك أدعية الأيام السبعة عبارة عن 1 إلى 7 يشكل 71 من السور. وبفتكر مهم، بس يا ترى أنا باقي على الحدود المعقولة، يعني أنه مفهوم الكلام الذي أقوله يعني معقول، ليس ثقيلا إلا من باب وأما الذين كيف، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أرجو الله تعالى أن يثقل موازينكم بالحسنات والبركات والنباهات حتى تكونوا دائما وأبدا في الرضا، في العيشة الراضية. وعلى سيرة الرضا بيسوى واحد يشوف سورة البينة،
يشوف القوم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ويصفهم بأنهم خير البرية. بيسوى يشوف كمان سورة المجادلة التي تتحدث عن الرضا، كمان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين يوصفون بأنهم حزب الله ويوصفون بأنهم المفلحون. وإذا ما بدي أكتمكم بيكون عندي قول أن الصور المتجلية الآن كتير على عدد 71 وعلى عدد 151 فيما يتعلق بالمناجيات وفيما يتعلق بأدعية الأيام السبعة، يمكن تكملة بهذه المسألة، مسألة القراءة، قراءة سورة مريم من وسطها، يعني من عند الآية 41 إلى الآية 58، لنرى رقم الكهف كيف مسلط الضوء مع إبراهيم ومع إدريس الذي رفعه الله مكانا عليا. قراءة مناجاة الزاهدين اليوم، ثم مناجاة المحبين من أجل السورة التي تلي مريم. قولوا طيب هو نحن عم نشرح قرآن، عم نفسر قرآن، ولا عم نقرأ أدعية زين العابدين؟ أنا يمكن لازم أسألكم هالسؤال، كيف عم بتشوفوا؟ كيف ترون؟ إنه هالحكي الذي نراه هل هو نوع من التأمل مجددا في القرآن، ولا نوع من قراءة أدعية وهيك أدعية واحد زاهد؟ الزاهد ليس قليل، مع أنه زين العابدين أجاب رئيس الدير بأنه أعلى درجات الزهد أدنى درجات الورع. وين بدنا نعرف الورع؟ نسأل الإمام علي، نسأله في نهج البلاغة لما بيقول أعينوني بورع واجتهاد عندما تحدث عن زهدي. وين بدنا نشوف اليقين؟ منشوفه أيضا كمفردة في استخدامات علم اليقين، حق اليقين، حقيقة حق اليقين، يمكن منشوفه بكتاب من كتب الجامعة العصرية الذي اسمه السبر الأدبي، نرى شرحا لتحصين الفهم وحكي عن هذه اليقين. وين نرى الرضا؟ الرضا خلونا اليوم مع خير البرية في سورة البينة من جهة، وفي سورة المجادلة من جهة أخرى. خير البرية مع من رضي الله عنهم ورضوا عنه في البينة، والمفلحون مع من رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة المجادلة. لكن لا ننسى أيضا سورة مريم والمعجزات المريمية كيف طرحت مجددا. المجدد أكثر على التجديد مجدد آلام المسيح حسيننا. كل ما نعرفه عن المسيح في التباشير وفي الأناجيل وفيما يبشر به الناس له مجدد عندنا، مجدده حسيننا، ولكن حسيننا ورث هذه الكلمة ودخلت لقلب زين العابدين وصارت الأنس الأنيس، صارت الإطمئنان المطلق الذي ينفي الموت، ينفي الأحزان، يضعنا في سكينة النعيم. من أحب، ونسأل الله تعالى لكم أن ترضوا عن الله وأن يرضى الله عنكم وأن تدخلوا في سكينة الفتح المثلثة أيضا، وأن تكتشفوا معنا قرآن زين العابدين. مرة أخرى إعلان، نرجو لكل من يكتشف عنوان لقرآن لتفسير زين العابدين للقرآن في أي مكان في أي لغة أن يخبرنا هذا الخبر لنكون في خدمته. يعني الخلاصة المستنتجة من كل هذا الكلام اليوم، هذا الحديث 20، خلونا نقراه
للفظ 20 من جهة الغرب ليكون نورا شع. أسأل الله تعالى لكم هذا النور المشع في قلوبكم والمثمر من الأشجار التي طلب زين العابدين أن تغرس في أفئدتنا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هازئا بي الموت سيفي قد علا هازما جيش العدا في كربلا هاشمي لا أبالي بالردى وما باق الموت في الثغر حلا.